صاير انه في مجموعه اشخاص عملت ريبورت على اللايف تبعيتي اللي عم جمع فيها لبيبي جايدن مليون دولار. بساعتين كنت وصلت ل 335,000، يعني يمكن كان فينا نقفلها على الفجر. تتخيلوا جنون الشعب وجنوننا نحن قد ايه قوية لما نقرر نتوحد. استراحة محارب، رح حل المشكلة بس مع تيك توك ورح ارجع لعندكم، وبعتقد ما بقى بناخد يمكن يوم لنكمل المبلغ، لانه عارف انه كلكم ناطرين. كل هاللي عملوا ريبورتس بدنا نقول لهم انه اللي عم تعملوه ما رح يوصلكم لمحل، لانه بيبي جايدن رح يعمل الحقنة غصب عنكم كلكم. Thank you.